مشغول عني بيه؟ ولا حاجة. ايه قلقانة عشان ابني جاي يقعد يومين تلاتة؟ خايفة لا عاملك وحش ولا حاجة؟ لا خالص، أنا متأكدة إنه هيكون زيك. زي ازاي يعني؟ يعني عمره ما هيكسر بخاطر حد مهما كان. بس خدي بالك يا نادية، احنا لما بنكره ما بنحبش تاني. وهو هيكرهني ليه؟ وأنا عملت حاجة عفشة؟ حلوة عفشة دي. لا طبعا انت مش ممكن تعملي حاجة عفشة ابدا. بقولك ايه، تحبي تسافري لك يومين تلاتة تغيري جو؟ لا، أنا عاوزة حاجة تانية. كده نزعل منك. لما تعوزي حاجة تطلبيها على طول، وانا قلتلك الكلام ده قبل كده كذا مرة. كل ده بتفكري عشان تطلبي حاجة؟ أمور يا حبيبتي. أنا عاوزة أزور أبوي. وحشك؟ وحشني قوي. أصله جاني في المنام. وماله؟ روحي له. بس أخاف حد من البلد يشوفني، تبقى مشكلة. صحيح، دي هتبقى مشكلة كبيرة قوي. الناس كلها في البلد عارفة إنك ميتة. معلش، العربية بتاعتي تاخدك تروحي تزوريه، والرجالة بتوعي هيبقوا معاكي، محدش يقدر يقرب لك. ما بلاش حكاية الرجالة دي، هي العربية توديني أقعد معاها شوي وترجعني تاني. أنا ما عاوزاش حد يقول مين اللي دخلت البلد ومعاه حراسة دي. عندك حق، عين العقل. على فين؟ افتكرت بس شوية أوراق عايز أبص عليها في المكتب، وأرجع لك على طول يا حبيبتي. تعمل كده ليه؟ قوم يا فقيرة. والله ما عملت. والله يا كذابة. قومي قومي لآخر مرة بسألك، كنت فين يا نادية؟ كنت معاه كامل. حلو. مين كامل ده بقى؟ الراجل الأخرس، الراجل الأخرس اللي حكيت لك عنه قبل كده. طب كان عايز منك ايه الراجل الأخرس ده؟ مين اللي بعتهولك؟ محدش. وعرف منين أصلا إنك هنا؟ مش المفروض إنك ميتة؟ هو مشي ورا شهد لما كانت هنا المرة اللي فاتت، وشافني وعرف اني عايشة. ده انا حتى كنت هطلب منك انك تشغله عندك. واشغله ليه؟ ها؟ اشغله ليه؟ ايه اللي بينك وبين محرم يا نادية؟ انت اتشددت. انا ايه؟ انا هعملها. انا هعملها. انا عموما ملحوقة كده كده، انت ميتة عند الحكومة. يعني لو قطعتك حتت ورميتك لكلاب السكك، محدش هيسأل عليكي. اسمعني. ولا كلمة. حتى لو انا فاهم غلط مش هسمعك. عارفة ليه؟ لأنك كذبتي عليا وخبيتي انك قابلتي أكتر شخص بكرهه في الحياة. يا خاينة. ما عملتش حاجة. مين؟ أنا صوفة، افتحي. صوفة؟ في إيه؟ في إيه هنا؟ ما ينفعش، لازم نتدارى لأنه اتفضح. تعالى. حاضر. اترزة. خير؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، كنت عايز الست الوالدة من الصبح وبتصل بيها ما بتردش. ما تروح لها؟ اروح لها فين؟ البيت الكبير؟ عشان مروان يطخني طبعا. لا ليه؟ هي الحاجة اللي انت عايزها فيها مهمة قوي كده؟ موت مهمة. موت صوفة مهمة. موت يعني ايه موت؟ جبرية مالها؟ جات لنا لحد عندنا عايزانا نخطف لها عيل.
مين؟ معرفش، هي جت وقالت كده. لكون عايزاك تختفي ابننا. لا لا لا، ما جابتش سيرة، هي بس أنا حسيت في عينيها كده إن هي جاية تعملينا اختبار عشان نقول نعم أو لا. لا مش فاهمة. جاية يعني تمتحنا هنوافق نخطف لها عيل ولا لا؟ لو وافقنا يبقى احنا اللي خطفنا الواد الاولاني ابن مفيدة، لو ما وافقناش ما يبقاش احنا. ايه اللي بيدور في دماغك يا جبرية؟ الولاية دي شرانية، أنا قريت في عينيها الشر وشكلها ناوية على نية سودة، عشان كده أنا هقول لك ملحوظة صغننة. صوفا لو وقع مش هيقع لوحده، البلد كلها هتقع. أنا مش هشيلها لوحدي. عشان كده لازم تكلمي الست الوالدة ترسيها على الدور. بمناسبة الدور بقى، مش نعمل دور شاي؟ يلا بره. طب تعالي نقعد جوه شوية عشان يلا يا صوفا. حاضر. نهزر ولا إيه؟ اتفضلي معانا. وما تجيليش هنا تاني. ما تنسيش تبلغي الست الوالدة. ها؟ مش هنسى. أتصل بيك أفكرك إن أنا. باي باي. هنا لا. حاضر، باي باي. يلا. طب قولي باي باي. طيب. يا ترى ايه اللي في دماغك يا جبرية؟ حسن، حسن، عايز اطلب منك طلب. قول. لو فتحي جالك وطلب انه يرجعني ما تقولش لا يا حسن. اوعى يا حسن. بتتكلمي تتجنيتي؟ تتجنيتي يا بنت؟ انتوا جاي مين اللي جالك تعملك ده؟ ولدي يا حسن، ولدي. ريت ليلى عارفه مكانه. عرفتي منين؟ محدش قال لي. عقلي، عقلي هو اللي قال لي. ريتال ما قالتليش حاجة. ما هي اللي لازم تكون عملت كده؟ هي ضرتي، بتغير مني، عايزة أنا أموت من الجهرة. قومي، قومي، عايز تقتليني بنت الكلب. طلقها المخبولة دي. تطالق؟ كنت صابر عليك عشان الواد، لو لقيته هقول إنك متي. يلا بره، بره. أنا عايزة ولدي، أنا عايزة ولدي. ريتال.